السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذن إخواني أخواتي، مستجدات جديدة في قضية الكولونيل نور الدين العطور، مستجدات توازي حجم التطورات اللي طرأت في 48 ساعة، وأخبار وأنباء عن قرارات حاسمة وجدرية وزجرية من طرف قاضي التحقيق المكلف يعني في هذا الملف، ملف الكولونيل نور الدين العطور. تطورات اللي جات نتيجة ديال تفريغ التسجيلات وإعطائها وتسليمها لقاضي التحقيق، تطورات جات من بعد المجهودات اللي بدلتها زينب الخيار رفقة ابتسام بنت الكولونيل، وإعطائهم وتسليمهم لمجموعة من الأدلة الأخرى إلى قاضي التحقيق. معلومات كتفيد إخواني أخواتي بأن قاضي التحقيق في الأيام القليلة القادمة سيوجه اتهامات مباشرة، وقد يأمر باعتقالات لمجموعة الأشخاص متهمين بالتستر في هذا الملف. تهمتهم هي التستر لحد الساعة بناء على كل المعطيات الجديدة اللي توصل بها قاضي التحقيق. فإخواني أخواتي، تطورات اللي غادي نسلطوا عليها الضوء في هذا الفيديو إلى جانب حديثنا حول الحدث الآخر المتعلق بمعانقة الدكتور تازي للحرية. فإخواني أخواتي، في هذا الفيديو البداية غادي نسلطوا الضوء أكثر على المعلومات اللي خارجة واللي كتصدر الرأي العام بخصوص ملف الكولونيل نور الدين العطور. وكيف ما كتعرفوا، منذ 48 ساعة الأخيرة، منذ تسليم ابتسام والأستاذة زينب الخيار لمحاضر فيها مجموعة ديال التسجيلات، حيث تم تفريغ هذه التسجيلات كمحاضر وتم تسليمها لقاضي التحقيق. هذه التسجيلات اللي كتضم في الطيات ديالها مجموعة ديال الأخبار والدلائل التي تؤكد اعترافات ضمنية لمجموعة ديال المقربين من عائلة الكولونيل، اعترافاتهم بأنهم تستروا على بعض الأشخاص المتورطين بشكل مباشر في الجريمة. وهذا الشيء دلالته هو أن يعني هاد الأشخاص اللي عندهم هاد التسجيلات واللي متورطين في التسجيلات يعلمون أشياء مفيدة ويعلمون أشياء مهمة أخفوها عن السلطات، وهذا يدخل في إطار التستر. وبالتالي فكاين معلومات إخواني أخواتي كتفيد بأن قاضي التحقيق قريبا سيأمر باعتقال 3 أو 4 ديال أشخاص تحت ذمة التحقيق، إلى أن يتم الوصول إلى كل الشبكة. على أين تبقى إخواني أخواتي بأن يعني المتورطين في هذه الجريمة عددهم يعني غير معروف لحد الساعة، والاتهامات أو رأس الخيط الوحيد اللي كاين هو العائلة ديال الفقيد، لأنهم متورطون في التسجيلات. فمن وعلى من يتسترون؟ شكون هي هذه الجهات التي يعني يتستر عنها عائلة الفقيد؟ شكون هي هاد الجهات الكبرى ولا هاد الناس الكبار اللي كيضغطوا بما يملكون من جاه وسلطة ونفوذ على العائلة باش انها تزيد تستر؟ واش فعلا يعني العائلة ديال الفقيد تتستر على الربيب، او ان الهدف ديالهم هو التستر على جهات اخرى؟ لان المعلومات التي التقطناها منذ تفجر هذا الملف هو تورط عدة أشخاص، وأيضا ابتسام أكدت هذا الأمر يوم أمس لما قالت بأنها هنالك أزيد من 15 شخص متورط في هذه الجريمة، يعني متورطين ماشي شهود، إنما هادو 15 شخص، أزيد من 15 شخص متورطون. وبالتالي دور العائلة في هذه الجريمة، دور الزوجة ودور الربيب ودور البنات ديالو في هذه الجريمة، هل يتجاوز حجمه التستر، أم أن هم أيضا شركاء في تدبير خطة تصفية الكولونيل؟ واش كيدخلوا
حتى هما في هذا الاطار. هذا امر اللي مهم اللي جاريه في التحقيقات حاليا. لكن المعلومات اللي كاينه اخواني اخواتي هو ان هنالك اوامر فعلا من قاضي التحقيق ربما من اجل اعتقال بعض الاشخاص الذين وردوا في هذه التسجيلات التي يعني تم تسليمها لقاضي التحقيق وللجهات المحققه في هذا الملف من طرف المطالبه بالحق المدني ابتسام العطور. فإخواني أخواتي الملف يعني كيوصل إلى مراحل متقدمة، مراحل اللي قريبة غادي نبداو نشاهدوا يعني الاعتقالات، أكيد غادي نشوفوا اعتقالات في صفوف المتورطين في هذا الملف. هذا هو هدفنا، هو إحلال العدالة في هذا الملف، هو تحقيق العدالة لروح الفقيد الكولوني نور الدين العطور، وتحميل يعني مسؤوليات ديال هذه الفاجعة لكل واحد مسؤول في هذه الفاجعة على حجم على مستوى حجم تورطيه. أكيد تبعات كل واحد في هذه الجريمة وأتعاب كل واحد في هذه الجريمة أكيد يعني تحدد من طرف القضاء المغربي لما الملف يوصل لهذه المراحل. لكن الآن كنا ننتظر اعترافات للمقربين بعض المعلومات التي قد تفيد في تحقيق العدالة لروح الفقيد، لكن صمتهم يعني كان مريبا، والآن لم نعد في حاجة لصوتهم بعد تفريغ كل تلك التسجيلات التي تضم مجموعة الأمور التي تستروا عنها. على أي فنحن نستبشر خيرا بأن العدالة قريبا ستتحقق لروح الفقيد. إخواني أخواتي ليلة البارحة الدكتور تازي بعد سنتين من الاعتقال يعانق الحرية من بعد ما تم الحكم عليه بسنتين سجنا قضاهما داخل السجن، وبالتالي كان يعني موعد إطلاق سراحه هو ليلة البارحة. ليلة البارحة ليلة الأخيرة ليلة النطق بالحكم في حق كل المتورطين. تازي خد عامين وتم إطلاق سراحه ليلة البارحة وعانق الحرية أمام حضور غفير من الإعلام المغربي، وأيضا تم الحكم على الزوجة ديالو وشخص آخر بأربع سنوات، والشقيق ديالو رفقة شخص آخر بخمس سنوات، ومجموعة من الأحكام الأخرى. فقط الدكتور تازي هو الذي غادر السجن من بعد ما تم الحكم عليه بسنتين في هذا الملف الذي اتهموا فيه كل المتورطين بالاتجار في البشر، على الرغم من أن يعني القضاء ليلة البارحة أسقط تهمة الاتجار في البشر. على أين الله يعمر ربي يجعلها مغفرة الذنوب. كيف ما كتعرفوا هذا الملف لم يفتح بناء على شكايات من مواطنين، وإنما فتح بناء على يعني تحقيقات أجرتها السلطات واكتشفت أن هنالك خروقات، وبدأت في تحقيقات وعندها يعني اكتشفت كل تلك التجاوزات. الدكتور تازي خارج السجن، باقي المتورطين لا زالوا داخل سجن عكاشة. يعني كيف ما كتعرفوا ليلة البارحة كانت ليلة طويلة على العديد من متتبعي هذا الملف. إلى هنا الإخوان والأخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.